هناك فئة من الناس احتكرت ولا تزال تحتكر هذه الأمور اللي هو الجاه والسياسة والمال، وهي قلة من الناس. من كلامك من شوية أنه في نوع من الاتهام لبعض أفراد الأسرة، وصلح لي لو أنا فهمت غلط، اتهام لبعض أفراد الأسرة باحتكار السلطة الاستئثار، والجاه والمال. الاستئثار يا ستي، هل يجوز أن واحد يقعد في السلطة 50 سنة و70 سنة في وظيفة واحدة أو وظيفتين؟ ما هذا لو كان أينشتاين بمادي من أفكار وذكاء وكذا يفرق هذه الأفكار في سنوات معينة. يعني ندر أن بقى وزيرا إلا جروميكو الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي كان حكمه شمولي ديكتاتوري، وهذا لا يعتبر أنه قاعد أحد في وظيفته أكثر من 4 سنوات.